السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في مساء الطاقة والطاقة المتجددة. نستكمل حديثنا عن مصادر الطاقة غير المتجددة، ونتحدث اليوم عن أحد مصادر الطاقة غير المتجددة أو أحد مصادر الوقود الأحفوري غير التقليدي، وهو الصقر الزيتي (oil shale). الصخر الزيتي هو عبارة عن كيروجين أو مادة في الكيروجين، والتي تكون حبيسة داخل صخور رسوبية، إما داخل هذه الصخور أو بين طبقات هذه الصخور أو ملاصقة لطبقات هذه الصخور الرسوبية، نفس الصخور الرسوبية التي تحدثنا عنها لما تكلمنا عن اللي هو الشيل غاز أو الغاز الرسوبي أو غاز الصخور الرسوبية أو غاز الصخري. أيضا النفط الصخري أو الصخر الزيتي نفس الشيء، ولكن هنا بدل ما يكون عندي غاز حبيس يكون عندي عبارة عن مادة عضوية يطلق عليها الكوريجين. المادة هذه هي مادة صلبة عبارة عن خليط من المواد العضوية. المواد العضوية يعني هي مواد لا تذوب في الماء. المادة هذه بتكون مدفونة، تشكلت بنفس آلية تشكل الغاز الطبيعي ونفس تشكل آلية تشكل البترول، ولكن لم تأخذ الوقت الكافي بعد التحول إلى وقود أحفوري تقليدي غاز طبيعي أو فحم أو بترول. هي دفنت في باطن الأرض، تعرضت لضغط وحرارة ولكن غير كافيات لتحويلها إلى بترول وتحويلها إلى غاز طبيعي، بمعنى آخر إنه ما تكسرت بالشكل الكافي، فلذلك نجد أن هذه المواد العضوية تمتاز بأنها بتحتوي على عدد كبير من الذرات الكربون، بمعنى آخر إنه بتكون ثقيلة مقارنة بالغازات أو مقارنة بالألكانات الخفيفة. بنعرف البترول لما نيجي نقطره بنحصل منه على غاز، نحصل منه على الميثان، نحصل منه على الإيثان، البروبان، البيوتان، ونحصل منه أيضا على اللي هو مكونات ثقيلة زيوت تستخدم للتقطير. بعد التقطير يستخرج منها الكيروسين، ويستخرج منها الجازولين، يستخرج منها وقود السفن والطائرات النفاثة، وأيضا يتبقى في النهاية عندي اللي هي مادة القار، اللي هي عبارة عن مواد ثقيلة لزجة جدا تمتاز بالزجاج العالية، تستخدم في رصف الطرق في الأسفلت. المواد المتبقية عندي هنا هي الكروجين، هو القطران. إذا الكروجين ما يطلق عليه في اللغة العربية بالقطران، فهو مادة أو مجموعة من المواد العضوية ثقيلة جدا، وبالتالي هو غير قابل للذوب لا في الماء ولا في المواد العضوية، زي ما حنشوف إن شاء الله لما نيجي نشوف الفرق بين الكروجين والبيتومين. المميز لمين؟ للتارسات، للرمال الزيتية أو اللي هو النفط الرطب. في تسخين الأويل شيل، لأن الأويل شيل هذا أو مادة الكروجين أو مادة القطران اللي بحصل عليها بعد طبعا اللي هي بطريقة اللي بطرق غير تقليدية. ليش؟ لأنه هو موجود بين الصخور، له آلية معينة زي ما حنشوف من حضرتك اليوم كيف إنه أستخرج وأستخلص هذا النوع من النفط أو الزيت. إذا استخرجته أنا وحصلت عليه، كيف أنا بدي أستخدمه بعد هيك؟ يتم تسخينه إلى درجات عالية جدا من الحرارة. ليش؟ عشان أكسر مركبات العضوية أو الكربون الهيدروكربونات الموجودة عندي إلى هيدروكربونات أخف. الهيدروكربونات الأخف يتمثل عندي اللي هو الغازات، يتمثل عندي اللي هي الزيوت. بمعنى آخر بعد عملية التسخين اللي بنسميها عملية التقطير والتعريض لدرجة حرارة عالية، بتكسر عندي إلى إيش؟ إلى بخار. البخار هذا أنا لو جمعته بعد هيك عملت له تقطير، هذا البخار هحصل منه على شغلتين، يا إما أحصل منه على كومباستبل شيل غاز أو غاز رسوبي قابل للاحتراق،
تمام، يا إما أحصل منه على سائل رسوبي لزج شبيه بالبترول، شبيه بالنفط، بمعنى آخر بحصل منه على زيوت. فإذا بعد التقطير بحصل منه على مكونات شبيهة بالمكونات اللي بحصل عليها من الغاز الطبيعي، إذا كان سائل شكل زيوت شبيه بالبترول، إذا كان غاز فهو شبيه بإيش؟ الغاز الصخري اللي تحدثنا عنه في المحاضرات السابقة. كيف شكل الأويل شيل؟ زي ما احنا شايفين الصورة اللي عندي على اليسار، أعلى الصورة، هذه بيمثل الصخور، هذه الصخور بتمثل عندي اللي هو الشيلز، الصخور الرسوبية زي ما احنا شايفينها، هي عبارة عن طبقات فوق بعضها البعض، تتكون من عبارة عن فتات صخور، عبارة عن رمال تكدست ترسبت عبر آلاف السنين أو ملايين السنين، كونت عندي طبقات رقيقة، طبقات هذه على بعضها البعض ترسبت على بعضها البعض، لما صار عندي الشيلز الرقائق اللي احنا شايفينها هذه فوق بعضها البعض، بين الرقائق هذه يكون في عندي انا مادة الكروجين، مادة لزجة هلامية بتكون موجودة على شكل قطرات طبعا، او داخل الرقائق نفسها، او بين الرقائق هذه بين الصفائح بس بتكون ممتزة وملتصقة بإيش؟ بالرقائق نفسها، زي ما تحدثنا مع الشيلز بالضبط. تمام، طبعا بعد عملية التقطير والتفتيت لهذه الصخور بنحصل وتجميع طبعا تفتيتها بآلية معينة زي ما حنأخذ إن شاء الله في خلال محاضرة اليوم، ممكن إن نقطر هذا الزيت أو نحصل على هذا الزيت أو هذا النفط الصخري أو الزيوت الثقيلة اللي بيكون عندي بالشكل هذا، بتكون لزجة جدا. الوضع الطبيعي هي المقصود، انا لما فتت هذه الصخور هي بتكون عباره عن رقائق فوق بعضها البعض، زي ما احنا شايفين هي عباره عن طبقات رقائق فوق بعضها البعض. اذا انا اجيت احرقتها تحترق، ليش تحترق؟ نحتويها على زيوت، على ماده القطران، نحتويها على قطران، اذا هذا القطران هو اللي انا فعليا بقطره وبحصل عليه بصفيه عشان احصل على اللي هو الزيت الصخري او النفط الصخري. مادة الكولاجين زي ما ذكرت قبل شوية هي عبارة عن مادة عضوية صلبة، المادة هي خليط من ايش؟ من المركبات العضوية، لكن تمتاز بانها ايش؟ تمتاز بشغلتين، انها موجودة في داخل صخور رسوبية، هذا واحد، اثنين انها ما بتكون سولفابل او سوليوبل، يعني غير قابلة للذوبان في اللي هي المذيبات العضوية العادية، ما بتذوب بشكل في أي مذيب عضوي عادي. المذيبات العضوية العادية اللي احنا بنستخدمها عادة لإذاب المركبات العضوية زي الزيوت أي مركب عضوي والدهون والشحوم، ما بتستخدم، يعني ما بينفع إنه بنذوب فيها الكروجين لأنه قطران ما بيذوب فيها. ليش؟ لأنه ثقيل جدا، مركبات عضوية بتكون كبيرة جدا وبالتالي غير قابل للذوبان في هذا المذيب. عشان هيك عادة بيكون في مذيبات بخصائص معينة بيستخدم لإذابته. الأمر الثاني كمان إنه ما إله كيميكال فورمولا معينة، بمعنى صيغة كيميائية محددة. ليش؟ لأنه أصلا عبارة عن مجموعة من المركبات العضوية مع بعض البعض، هو مادة عضوية صلبة تكون من عدة مركبات عضوية مع بعض البعض، وبالتالي ما بقدر بقول إنه إله سبيسيفيك كيميكال فورمولا او له صيغه معينه محدده. اقصد طبعا حاليا بالنسبه لماده الكروجين تم تقدير انه في 10 اس 16 طن، بمعنى 10 اس 16 10 اس 6 مليون، يعني كانه 100,000 مليون 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 طن من الكربون، تمام، موجود في اللي هو الشوي ايش اللي هي الديبوزيتس او احتياط الشيل اويل في العالم. بمعنى اخر احنا قاعدين بنتكلم عن اكثر مصادر طاقة موجود عندي على وجه الارض وفرة، تمام، واكثر اي مصادر وفرة
في احتواء المواد العضوية أو المركبات العضوية على وجه الأرض، حتى إنه أكثر من المركبات العضوية الموجودة في كل الكائنات الحية على وجه الأرض الآن ب10,000 مرة و1,000 مرة أكثر من المركبات من المادة العضوية أو المركبات العضوية الموجودة عندي في احتياط الفحم في العالم على ضخامته. وبتسخين هذه الكيروجين، الكيروجين عندي بيتحول جزء منه إلى سائل وجزء منه إلى غاز، طبعا كلها مركبات هيدروكربونية، وبالتالي بحصل على اللي هو مادة شبيهة بالبترول زي ما ذكرنا، مادة شبيهة بالغاز الطبيعي من الكيروجين. فالكيروجين لو احنا نظرنا للأويل أو الغاز ويندو اللي اتكلمنا عنها في محاضرات سابقة، إنه كيف بيتكون عندي الغاز الطبيعي والبترول، ذكرت لكم هذه الويندو قبل هيك اللي هي الهيدروكربون فورميشن. قلنا إنه على ضغط عالي ناتج عن اللي هو على عمق على إنه دفنت عندي المخلفات العضوية من الكائنات اللي ماتت في البحار اللي اندفنت منذ مئات ملايين السنين على أعماق سحيقة، تعرض لضغط شديد، درجات حرارة عالية، تكون عندي اللي هو الغاز، تكون عندي النفط لأعماق أكبر، حرارة أكبر، تحلل هذا النفط إلى غاز. تمام؟ بس اللي ما ذكرته أيامها إنها لو ما كان العمق كافي ودرجة الحرارة ما كانتش عالية كتير، مش هحصل على الأويل ولا هحصل على الغاز، هحصل على النفط ولا غاز، ولكن هحصل على مادة الكيروجين على القطران. القطران بيكون في شكله في الصخور زي ما احنا شايفين على الصور اللي على اليمين. بالنسبة للغاز الزيتي ممكن، أو الأويل شيل، النفط الصخري أو النفط أو الصخر الزيتي، ممكن نستخدمه بحرقه مباشرة زي ما شفنا في الصور اللي قبل، حرقه داخل أفران، وفي هذه الحالة أنا بحصل على مصدر طاقة، ولكن إيش بيكون لو جريد، يعني جودته رديئة. طبعا مصدر طاقة بستخدمه هذا في إيش؟ طاقة فول، تمام، وقود. الوقود ذو الجودة المنخفضة، كفاءة منخفضة، بستخدمه في شغلتين، يا إما في تدفئة المباني ديستريكت هيتنج، يا إما للباور جنريشن لإنتاج الطاقة، إنتاج الكهرباء في اللي هي محطات التوليد. فهو بيستخدم كرو ماتيريال في هذه الحالة، هنا بستخدم الحرق مباشرة، أو إنه استخدمه عبارة عن مادة خام في عملية التصنيع. ليش؟ لأنه بدخله بعد هيك في عمليات تصنيع، أحصل منه على اللي هي مواد مستخدمة في مواد الإنشاء زي الإسمنت، رصف الطرق، تعبيدها، استخدم تمام قطران يستخدم في رصف الطرق أيضا، أو استخلاص مواد كيميائية بدخلها في الصناعات الأخرى، صناعات البترول الكيميائية. تمام، احتياطي الأول شيء بنلاقيه في كثير من دول العالم، تمام، لكن معظم الاحتياطي هو الموجود في امريكا الشمالية، في امريكا موجود عندي في اللي هو كندا بشكل اساسي، طبعا في امريكا نورث. في الوطن العربي موجود عندي في 4 دول تقريبا او 5 دول، موجود عندي تقريبا في 6 دول، يعني نقول لو موجود في مصر، موجود في الاردن، لكن اكثر شيء موجود في المغرب، موجود ايضا في سوريا، موجود في السعوديه، موجود في فلسطين. اذا موجود عندي في 6 دول بشكل اساسي. في 2016 تم تقدير الاحتياطي العالم كله من الأويل شيل إنه أنا عندي مقارب أو مكافئ تقريبا ل6 تريليون برميل من النفط، يعني 962 بليون متر مكعب من الغاز في مكان واحد تقريبا، يعني هو تم تقديره. طبعا احتياطي العالم من البترول ما هوش كبير برضه، تقريبا 4 أو 2، مش فاكر أنا بالضبط الرقم اللي ذكرته في محاضرة سابقة. فهو تقريبا يعني انه الاويل شيل كاحتياطي مكافئ للنفط او اعلى منه بشوي، بس التحدي الاكبر زي ما هنشوف محاضرة اليوم في استخراجه، استخراجه مكلف، مكلف جدا، يحتاج لطرق ووسائل خاصة. اللي هو الكومبوزيشن للاويل شيل، من ايش بتكون الاويل شيل؟ الاويل شيل بتكون بشكل اساسي من الكيروجين والبيتومين، يحتوي على عنصر القطران الكيروجين والبوتومين اللي هو الزفت المستخدم في رصف الطرق ايضا، اسفلت بنسميه احنا، اسفلت او الزفت، بس الاسفلت او الزفت الطبيعي الموجود الكلام على الموجود عندي هو
هو اللي بنطلق عليه بشكل أساسي البترول، عشان نفرق ما بينه وما بين الأسفلت. يعني الأسفلت مصنع، البيتومين هو الأسفلت أو الزفت الموجود بشكل طبيعي في الطبيعة، الموجود في الطبيعة بشكل خام صوب الخام. الكروجين هو القطران، في فرق بين الزفت والقطران، تمام؟ هنأخذ برضو إنه إيش الفرق ما بين الاثنين لما نيجي نتكلم عن الإبتار سامس. بشكل أساسي الكروجين غير قابل للذوبان في المواد العضوية، والبيتومين قابل للذوبان، والاثنين بتكون من مركبات عضوية عالية جدا، والاثنين بتكون من نتيجتهم عالية، والاثنين مكونات تحصل عليها من تقطير النفط، والاثنين هم المكونات الأساسية لإبتار ساند والأوشين اللي هو الوقود الأحفوري غير التقليدي. بيقول لي إنه ما في اللي هو كيميكال فورمولا محددة للأوشين، قلناها قبل شوية إنه ما في صيغة محددة كيميائية، وكمان ما في تعريف جيولوجي دقيق للأول شيء. زي ما شفنا في الأويل ويندو قبل شوية إنه الكروجين بيمتد يمثل كل المادة العضوية الغير، يعني اللي لسه ما نضجت ما وصلت لمرحلة إنها تتحول لنفط تتحول لغاز. هذا الكلام يعني إنه يعني تعرف مطاطي. إيش يعني مطاطي؟ يعني إنه لو نسبة التحلل قليلة ونسبة التحلل كبيرة ولكن غير كافية لتكون النفط، كلها بعتبرها كيروجين، فهيكون عندي خليط من المواد أكثر تحلل والأقل تحلل، مختلفة في درجات التحلل زي ما احنا شايفين هنا، هذه لونها مختلف بشكل كبير عن هذا. فمعنى هذا الكلام انه ما في تحديدا، ما في تعريف محدد بيولوجي ولا صيغة كيميائية محددة. لكن اللي بيميز الأويل شيل انه الأورجانيك ماتر او المادة العضوية اللي بيحتويها أقل بكثير من المادة العضوية اللي بيحتويها الفحم. يعني فعليا الأويل شيل بيحتوي على الكروجين، هي مواد مجموعة من المواد العضوية والمواد الأخرى طبعا، وبيحتوي على اللي هو مركبات أخرى غير عضوية. بالنسبة للأويل شيل التجاري أو المباع بشكل تجاري، الأورجانيك ماتر فيه بالنسبة للمادة العضوية كنسبة وتناسب بالنسبة للمادة غير العضوية أو المعادن، يعني هو إحنا قلنا الأويل شيل بيتكون من معادن ومادة عضوية أو مادة عضوية ومادة غير عضوية. المكونات العضوية إلى المكونات غير العضوية نسبة وتناسب الوزن طبعا بتكون نسبتها 1.5 لـ10 لـ3.5 لـ10، يعني من 15% إلى 30% أو اللي هي نسبة الأورجانيك ماتر للمينرال ماتر، مش للمركب ككل أو الأويل شيل نفسه، لا نسبة التناسب. يعني بيكون عندي مثلاً 1.5 بيمثل الأورجانيك ماتر، المينرال ماتر 10، يعني من 10 كل 10 وحدات عندي 1.5 بتقابلها أورجانيك ماتر في داخل الأويل شيل، كحد أقصى 3 وحدات أورجانيك ماتر أو مادة عضوية مقارنة بين مينرال ماتر أو المادة المعدن أو المعدن. إذن الأويل شيل يحتوي على كيروجين، بيتومين، يحتوي على إن أورجانيك ماتريكس، تمام؟ إذا الكيروجين إن سوليبل، يعني ما بيذوب في كبريتيد الهيدروجين، كبريتيد الكربون. هذا بالنسبة للكيروجين. الكيروجين بيحتوي على مواد عضوية ومواد غير عضوية، ولكن البيتومين اللي هو القطران، آسف الزفت، البيتومين هو الزفت، الكروجين هو القطران. بالنسبة للبيتومين اللي هو الزفت بيذوب، هو مادة عضوية ولكن يذوب في كبريتيد الكربون. بيظل عندي المواد الأخرى إن أورجانيك ماتر اللي بتمثل عندي الكلي الطين، بتمثل عندي اللي هو الرمال الكوارتز، بتمثل عندي بعض العناصر الأخرى المينرالز، وبيمثل عندي اللي هو مركبات الكربون. طيب ايش مميزات وعيوب الأويل شيل والأويل ساند؟ زي ما هنشوفكم نفس الشيء طبعا، هذا بيسميهم heavy oils اللي هو الزيوت الثقيلة، يعني طبعا اثقل من زيت من زيوت البترول او مستخلص من البترول، وبتمثل بزيوت فعليا اللي بتكون عادة في قاع برج التقطير لما نجي نقطر البترول، يعني هي اثقل مكونات البترول الأويل شيل شبيهة بزيوت الأويل شيل والأويل ساند. اول حاجة انه بالنسبة للتكلفة مدرد، يعني وسط نوعا ما. طبعا
هي بتضل أكبر من تكلفة استخراج النفط والغاز الطبيعي. ليش؟ في التقليديات طبعا. ليش؟ لأنه عملية الاستخراج، استخراج الأويل شير والإرسال مكلفة جدا، زي ما حنشوف إن شاء الله في لما نتكلم عن أويل ساند، وفي حديثنا أيضا بعد شوية عن أويل شير حنلاقي إن التكلفة كبيرة جدا في عملية استخراج اللي هي الأويل شير، يحتاج إلى طرق معينة لاستخراجه. ثاني شيء إنه في عند كميات كبيرة جدا من الأويل شير موجودة في أمريكا وكثير من دول العالم، والأويل ساند كذلك الأمر. لما نيجي نتكلم عن احتياط العالم من الأويل ساند حنشوف يعني كمية كبيرة جدا أنا اللي بتحتويها الأرض من اللي هي الوقود الأحفوري غير التقليدي، سواء أويل شيل أو أويل شيل أو أويل ساند. يعني إنه في عندي أنا مصادر للوقود الأحفوري غير تقليدية ممكن تخدمني في تخفيف الضغط على البترول والغاز الطبيعي وتقلل نسبة استهلاكهم، أو تكون بديل عنهم على الأقل لفترة محددة وإن كانت التكلفة عالية في استخراجهم. ولكن إذا كان في عائد اقتصادي، هو في فعلا في عائد اقتصادي، معنى هذا الكلام إنه في جدوى لاستخراجهم، وهذا اللي بيخلي كندا اليوم من أكثر دول العالم تصديرا للنفط، رغم إنها يعني ما هيش دولة نفطية تحتوي على الوقود الأحفوري التقليدي أو النفط التقليدي زي دول مثلا روسيا، فنزويلا والوطن العربي بشكل عام. أيضا سهولة اللي هو نقله بين الدول، كذلك الأمر إنه يعني الأويل ساند والأويل شيل إنه حتى التكنولوجيا تبعتهم تطورت، وصلت إلى مراحل متطورة متقدمة في الاستخراج، بالتالي قلت عندي التكلفة في الاستخراج. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة في الهاي كوست، إنه في تكلفة إضافية عن النفط، استخراج النفط والغاز الطبيعي لما أجي أنا أستخرجهم من باطن الأرض. اثنين اللي هو الإنرجي يلد تبعتهم قليلة، صافي الطاقة قليل. ليش؟ لأنه بستهلك طاقة أكبر في الاستخراج، وبالتالي عند الحرق بيعطيني طاقة أقل، يعني الفرق الطاقة حيكون طبعا أكيد أقل من الغاز الطبيعي من النفط. كذلك الأمر إنه بيدمر للبيئة، عملية الاستخراج بتدمر البيئة، وبالتالي بحتاج لتكلفة إضافية لعملية تصحيح الوضع البيئي من بعد انتهاء عملية الاستخراج، سواء اللي هو عملية تصحيح التلوث اللي صار أو عملية تصحيح الغطاء البيئي، الغطاء النباتي اللي كان موجود هذا في الوضع الطبيعي. هذه تكلفة إضافية أنا ما دخلتها في الحساب لما جيت تكلمت عن الكوست أو تكلفة اللي هو الاستخراج لهذا والمعالجة لهذا النوع من الوقود. كذلك الأمر إنه ما دام الوقود فوري غير تقليدي، عملية الاستخراج تبعته بتحتاج لتقنيات عالية، كل هذه التقنيات أو معظمها بتعتمد على تفتيت هذه الصخور بالماء، وبالتالي أو تفتيت الرمال بالماء لاستخراج الغاز منها، وبالتالي بحتاج لكميات كبيرة جدا من الماء. هذا الماء من بعد ما استخدمه أنا حيكون غير صالح للاستخدام إلا بعمليات تقطير أخرى مكلفة أيضا، أو عمليات تحلية أو عمليات تصفية، لأنه حيكون امتزج بعناصر سامة. تمام؟ انه كمان عندي انا تلوث للمياه الجوفية اثناء عملية الاستخراج، من المية السامة، المواد السامة اللي بتتسرب عندي في المياه الجوفية، او الزيوت السامة، الزيوت اللي بتتسرب عندي في المياه الجوفية، وبالتالي دمرت انا مخزوني من المياه الجوفية. الارض نفسها، الغطاء النباتي اللي حيتدمر، معالم الارض اللي حتنمسح، بيصير لاند ديستربشن، بالاضافة لثاني اكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين عند الاحتراق، بكون عندي أنا أكاسيد بتأدي إلى أمطار حصية، وثاني أكسيد الكربون اللي هو يعتبر أحد أسباب أو أهم أسباب الاحتباس الحراري والتغير المناخ. نيجي إلى الإكستراكشن ميثودز أو طرق الاستخراج. أنا بشكل عام بالنسبة للأويل شيل، الأويل شيل يمكن استخراجه بأحد طريقتين، يا إما surface mining وبيسمى excitoprocessing. surface mining يعني اللي هو عملية
تعدين أو تنجيم تمام من السطح. هذا لما بيكون عندي أنا الأويل شيل موجود في طبقات رصودية ما هياش بعيدة، ما تكون على أعماق دقيقة، ولكن قريبة من اللي هي قريبة من سطح الأرض أو قريبة عندي من السطح. الطريقة الثانية اللي هي الـ underground mining أو بنسميها on site أو in situ processing، هذا لما يكون عندي على أعماق سحيقة أنا ما بستخرجه مباشرة طبعا الـ surface mining اللي هو التعدين على السطحي، ولكن بالتعدين الـ underground تمام الباطن الأرض أو ما تحت باطن الأرض ما تحت سطح الأرض. في هذه الحالة أنا بحفر آبار زي الآبار البترول آبار الغاز اللي تكلمنا عنها قبل هيك، وفي هذه الحالة بستخدم تقنيات معينة لتبديد الصخور الموجودة عندي واستخراج الغاز منها بطريقة شبيهة باستخراج البترول والغاز الشيل غاز بالتحديد واستخراج البترول غير التقليدي نوعا ما تمام. طبعا هنا عبر اللي هو الهوريزونتال درينج، في عندي فيرتيكال درينج اول ما ببدا في اللي هو الثقب الراسي، بعدين ثقب افقي او اللي هو الحفر الافقي. ليش؟ عشان انا احفر داخل الصخور نفسها عشان افتتها واستخرج الزيت زي ما هنشوف. الفرق الاساسي بين الطريقتين او اللي بيحدد عندي اي طريقه بستخدم اللي هو العمق. اذا انا على اعماق سحيقه ماليش الا انها اندر جراوند ماين، إذا أنا والله قريب من سطح الأرض أو فوق السطح الموجود عندي هضبة أو جبل شيء، كل ما علي إلا أن أشيل هذه الطبقة اللي فوق اللي أنا بستفيدش منها، طبقة الرمال أو طبقات الصخور اللي موجودة فوق الشيلز اللي موجودة عندي فوق الصخور الرصبية المحتوية على اللي هي النفط. بالتالي أنا بشيلهم ببدأ إني أكسر في الطبقة لحد ما أصل للشيلز أو الصخور الرصبية المحتوية على الزيوت، وأبدأ أكسرهم في طريقي لمعالجتهم. طبعا في معامل اللي هي المعالجه وفي معامل التكرير. بقول في جميع الاحوال سواء كان عندي سيرفيس مايننج او عندي اندر جراوند مايننج، عمليات المعالجه اللي بنسميها اللي هي بيروليسيس اللي هي التحليل بتحول لي الكوريجين في الحالتين، سواء انا حصلت على الكوروجين سيرفيس مايننج او بالاندر جراوند مايننج، في الحالتين الكوروجين او القطران عندي في الشيل اويل شيل هذا حيتم تحويله الى شيل اويل هو صخر زيتي زيت صخري اسف او لا اويل شيل جاز، يعني يا اما الزيوت شبيهه بالنفط بس ما هيش نفط عشان نفرقها عن النفط الخام نسميها synthetic crude oil أو synthetic shale gas عشان نميزها عن اللي هو الغاز الطبيعي. يبقى بالنسبة لطرق الاستخراج لل oil shale، في عندي بشكل عام اللي هو in situ و ex situ. ex situ هو التقليد قلنا هو surface mining تمام. يبقى أنا في عندي أول حاجة تكون عملية المايننج تنجيم الحصول على إيش؟ على الصخور اللي انفتتت، الصخور الرصبية اللي بفتتها. الصخور الرصبية هذه اللي أنا بحصل عليها بيتم أول شيء تنجيم عنها الحصول عليها، بعدين تفتيتها كراشنج، بعدين بصير عندي عملية الريتورتنج اللي هي التقطير طبعا بالتسخين عشان أحصل منها على إيش؟ عشان أحصل منها على السبنت شيل تمام؟ عشان أحصل منها آسف على الزيوت الفيبر اللي بيتم تقطيره بعد هيك. هذا بعد هيك بيتم عملية المعالجة الريفايننج عشان أحصل منها على حاجة من حاجتين، يا إما ليكويد فولز يا إما إيش جازيوس فولز، يعني وقود غازي أو وقود سائل، بالإضافة إلى مركبات أخرى تدخل عندي في عمليات الصناعة، يعني كنا أستفيد منها في عملية الصناعة لكن هي مركبات أخرى المعادن الأخرى اللي بتكون مخلوطة مع الكوريجين. الشكل الأساسي هو الكوروجين اللي بتم تحليله. طبعاً عملية المعالجة الريفايننج هذه هي عملية معالجة كيميائية وحرارية للي هو مادة الكوروجين عشان أحصل منها الوقود السائل والغاز زي ما ذكرنا، والباي برودكت أو المواد الكيميائية المواد الكيميائية الأخرى اللي بتدخل عندي في الصناعات الكيميائية المختلفة.
طبعا هنا انا ذكرت انه بيتم عمليه الريتورتنج او التسخين عشان احصل منها على الكروجين اللي بيتم معالجته بعد هيك الفايننج. وفي عندي سبنت شيل، سبنت شيل هو عباره عن الصخور اللي انا صفيت منها الزيت اللي ما بستفيد منها. سبنت شيل هذا ممكن يدخل عندي يا اما اتخلص منه، يا ارجعه للطبيعه، ارجعه في المدافن مره اخرى، يا اما اذا انا بدي استفيد منه في عمليه البناء او عمليه التصنيع. هو له استخداماته يعني، لكن بشكل عام ممكن أرجع مرة ثانية في المناجم على أساس إني أرجع الأرض لوضعها الطبيعي بعد ما أخلص عملية التنجيم وعملية التنقيب. تمام، هذا بالنسبة للإكس سايتو أو بالنسبة للتقليد الكونفنشنال. في عندي أنا الإن سايتو لو كان على أعماق صحيقة أو بعيد كثير عن سطح الأرض، بهذه الحالة حضطر إني أحفر بئر وبعدين أدخل مية، فبقوم بعملية الفراكتشرنج، عملية تفتيت الصخور هذه. عملية التفتيت بأنها أدخل مية والمية بتكون ساخنة على شكل بخار، أو ممكن أدخل بخار مية. تمام، البخار هذا بيخلي الصخور بتطلع تتسرب من بتخلي الزيوت تطلع من الصخور، وهذه الزيوت بعد ما يبرد بتتجمع مع بعضها البعض، وبتتم عندي اللي هي استخراجها من باطن الأرض. بعد عملية الاستخراج بصير عندي عملية التورتن مرة ثانية اللي هي عملية التقطير أو التسخين، على أساس بعد هيك أحصل منها على المنتج اللي بدي إياه اللي بتم معالجته للحصول على اللي هو liquid boils أو gaseous boils بالإضافة للـ byproducts، يعني بنكمل نفس الأريال. بدنا نفصل ان شاء الله ابتداء من المحاضرة الجاية في اللي هي الاكستراكشن ميثودز او طرق الاستخراج للنفط الصخري او الزيت الصخري ان شاء الله. اذا نكتفي بهذه المحاضرة او نكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم، نستكمل في المحاضرة القادمة ان شاء الله.